لشخص مكرم، لذلك كل ما كان يقال هنا أنا أول واحد كنت أتلقاه، كنت أتبكيني. الله يحفظك. داخل القاعة هناك يعني بعض داخل القاعة كان من أصدقاء وكان من الحمد لله عائلة وكان من أهل، ولكن لابد أن أخذ واحد مشاركة ومشاركتين داخل القاعة. أنت كتبت سيرتك الذاتية وهو أدب نادر في المغرب، قليلون من الصحفيين والوزراء والبرلمانيين والفنانين والشعراء والأدباء الذين كتبوا مذكرات أو سير ذاتية، وهذا يترك ثقوبا كبيرة في الذاكرة الوطنية. أنا قمت بإحصاء يعني لا يمكن أن تكون له مصداقية كبيرة، الذين كتبوا سيرتهم الذاتية، ومعنى ذلك أن عددهم قليل جدا. وأذكر مرة وأنا في الدار البيضاء طرح علي أحد الإخوان سؤالا، قال لي ما هي أغنى بقعة أرضية في المغرب، وكنا نتحدث عن الأراضي والمجاكل، فقلت له أغنى بقعة أرضية في المغرب هي مقابر المغرب، لأنها تختزن كفاءات وتجارب وأشخاص وشخصيات وعلماء رحلوا عنا ولم يتركوا لنا كلمة عن سيرتهم وتجاربهم وما عاشوه من أحداث وما تعرفوا عليه من أشخاص. لسنا وحدنا، يعني يمكننا نقول بأن هذا العالم المنتشر من هنا حتى الشرق كله في 6 دقائق 8 دقائق، بينما في دول أخرى الناس يقرؤون ساعات طوال في السنة. ومشكل القراءة انعكس كذلك على الصحافة. أنا أذكر في زمن من الأزمان عندما كنت في وزارة الإعلام كانت توزع 500,000 نسخة يومياً في المغرب للجرائد اليومية. الآن أيها الإخوان لا نوزع أكثر من 30,000 في بلاد فيها 40,000,000 من الأشخاص. هذه هزيمة للصحافة، للصحفيين، للقراءة. وهذا المشكل معالجته صعبة ولكنها ممكنة. أولاً أنا سعيد بوجودي في مدينة طنجة، وخصوصاً لحضور حفل التكريم الذي أقيم للإعلامي الكبير سيد أحمد الزران بمناسبة صدور كتابه مهاجر إلى الصحافة، وهو عبارة عن سيرة ذاتية يحكي فيها عن طفولته وشبابه وعن مختلف المراحل التي قطعها في ميدان الإعلام. والرجل جدير بالتقدير وجدير بالإشادة، نظراً لأنه انطلق من كطفل صغير من عائلة فقيرة من قرية صغيرة ليجتاز كل المشاكل وكل الصعوبات ويصبح إعلامياً كبيراً في مدينة كبيرة في المملكة المغربية. قل أنا تعرفت على السي أحمد يعني كصديق العائلة، وعند ملاحظتي لعمله وكيفية تعامل يعني طيلة أيام القيام بإعداد الخضرة الجديدة، مراسلات، ربورتاجات، البحث، المقالات هنا وهناك، الانترفيو يعني اللقاءات الصحفية وغيرها، لكن يعني الوقت ربما كان يبدو لي بأن هذا السيد هذا يشتغل دائما 24 ساعة دائما، وتمت الإشارة وما من المقدمة ديال الكتيب فالمذكرة بأن يعني هو عبارة عن حياة سيزان، عبارة عن سلسلة ديال معجزات، يعني ويقول معجزات يعني الصعاب. هذا سيدي تكريم الأستاذ أحمد فزرن قدوم الصحفيين في المنطقة الشمالية وعلى الصعيد المغربي ككل،
والواقع أن ما قام به الأستاذ أحمدي فزارن يعطينا فكرة حول يعني الأشواط وبالتالي المراحل التي قطع الإعلام المغربي قاطبة في شخصيه هو كإعلامي الذي كان عصاميا ووصل إلى مستوى راقي من التمكن من المهنة الصحافة في المكتوب كما في المسموع، وبالتالي فإنه بكل يعني صراحة وكل موضوعية يعني مثل يحتذى عند الإعلاميين الشباب إن شاء الله. مهاجر إلى الصحافة هو كتاب يلخص يعني مسيرة في هذه المهنة، ولكن أيضا يعبر عن قضايا ترتبط بهذه المهنة، وهي مهنة صعبة. مهنة الصحافة مهنة صعبة وليست مهنة سهلة كما يعتقد، فيها مشاكل كثيرة، ومن يمارسون الصحافة عاد كيكتشفوا التعقيدات اللي موجودة في الصحافة. فهذه مهنة أنا عشتها وعشت التعقيدات ديالها وعشت الصعوبات ديالها، ولذلك ها أنا موجود الحمد لله. 65 تقريبا من 70 ماشية طالعة قريبا 70 عام. لكن هذا ما كيمنعش ان العلاقه ديالي مع السي احمد افزارن هذه العلاقه اللي هي وطيده. علاش؟ لان هذا السيد هذا انا نهلت منه الكثير في الاخلاق في القيم في الشيم، السيد كل معاني الاخلاق كلها توفرت فيه، فانا فخوره جدا وانا كنحضر هذا اللقاء هذا سعيده، وطال الانتظار ديالي ليلو انا سعيده جدا لانني موجوده فيه، وشكرا لكم. الكتاب ديالو كتاب، هذا الكتاب غيبقى خالد لان كيتضمن الحياه ديال الانسان، كيفاش كون نفسه انسان عصامي، ذاك الانسان اللي بدا من لا شيء واستطاع انه يتغلب على كل معيقات الحياه، وان نعطانا ذاك انه صحفي وقيدوم الصحفيين. سعيده ما تبان اموال طوال الكل والفرحه.